رائع أن أعود إلى هذا المسرح مع آلاف الوطنيين الأمريكيين الفخورين. هذه حلبة لطيفة. ماذا بشأن الناس الذين لم يتمكنوا من الدخول؟ عدد كبير من الناس. هل أحد يريد أن يتخلى عن مقعده؟ لا، نحن لسنا أناس أسخياء. كما تعرفون، قبل 3 أيام هزمنا أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، جو بايدن الفاسد. هو تنحى أو انسحب لأنه كان يخسر في كل استطلاع رأي تم إجراؤه وانسحب. ولكن ما حدث هو أن قادة الحزب الديمقراطي وبطريقة غير ديمقراطية، الرؤساء قالوا إما أن تخرج من السباق أو نرغمك على الخروج. تعرفون هذا ما حدث. هؤلاء أناس أشرار الديمقراطيين، لن يكون هناك بلد يتبقى إذا بقهم. الآن كامالا هاريس أكثر نائبة رئيس غير كفؤة ويسارية. هي في استطلاع رأي كان تصنيفها أسوأ نائبة رئيس في التاريخ. وسويا سنفوز في نورث كارولاينا في نصر كاسح، وسنستعيد البيت الأبيض الجميل، وبكل بساطة سنجعل أمريكا عظيمة من جديد.